السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب جريد 5، معاكم مستر اسلام. دي اول سيشن معانا في كونسبت نمبر 2. هنبدأ النهاردة في lesson 1. اول حاجة هنتكلم عليها هي ال definition of ecosystem. ecosystem ايه ال ecosystem ده بالظبط؟ قال لي هو عبارة عن the area، هو عبارة عن area. ال area ديت هي contains يعني تحتوي على، هتحتوي على حاجتين بقى. ايه هما الحاجتين دول؟ هي contains living organisms and non living things. يبقى انا عندي الايكو سيستم ده عبارة عن ايه؟ الايكو سيستم ده عبارة عن area، وممكن ما نكتبش area ونكتب مكانها كلمة community يعني مجتمع. contains يحتوي على living organism and non-living things. طيب هو كده التعريف خلص؟ قال لي لا، هو مكتوب كمان في التعريف ان there is interact يعني يوجد تفاعل with each other، يعني بين ال living وال non living، بين ال living وال non living هيكون في react، يعني في علاقات ممكن تحصل بينهم. طيب تعال نشوف كده الأول، عايزين example of ecosystem، يعني هو ال ecosystem ده like what. أول حاجة أنا عايز examples of ecosystems. زي ايه بقى الايكو سيستم؟ قال لي اول حاجه كاكزامبل احنا مثلا عندنا اوشنز، ده ايكو سيستم. زي مثلا سي، زي مثلا رين فورست، زي مثلا ديزرت. كل دي اكزامبل اوف ايكو سيستم. طيب احنا دلوقتي كمان عايزين نعرف بقى النهارده ان ازاي هيبدأ اللي هيحصل interact، يعني تفاعل بين الكومبوننت بتاعت ecosystem اللي هما living و non living، وازاي الانرجي هتبدأ transfer from another living organism to another. فأول حاجة هناخد example لينا في الموضوع ده، وهنتكلم على مين؟ هنتكلم على الهوك. الهوك عارفين هوك يعني الصقر. الصقر دوت قال لي ان هو اول معلومة عندنا هو get energy from food، يعني هو علشان يحصل على الانرجي بتاعته لازم ان هو يعمل eat ويبدأ ان هو ياخد food، والفود ده هو اللي هيديله energy، هو ده اللي هيديله energy. تاني حاجة عند الهوك ان هو can eat different type of food. number two can eat different types of food، يقدر ياكل انواع كتيرة جدا من الفود. طب تعال نشوف كده هو ممكن ياكل ايه بالظبط. قال لي ان هو can eat snake can eat mouse can eat fish can eat birds، وكمان يقدر ياكل حاجة اسمها squirrel اللي هو السنجاب. طيب وكمان هنزود كمان رابت. يبقى الهوك يبدأ ياخد الانرجي بتاعته from food. طب والفود اللي هو هيعمل له ايد ده زي ايه؟ سكويرل وسنيك وماوس وفيش وبيرد ورابت and another small animals can live on the ground. طيب احنا دلوقتي بيقول لي هل بقى الهوك ده هو بعد ما بياكل كل الحاجات دي، هل هو عنده animals او can attack from another living organism، يعني ينفع حد تاني يهاجمه بما انه هو كده هو predator يعني مفترس؟ قال لي هو ممكن can attack، يقدر يهاجمه. مين اللي can attack؟ boy، يقدر يحصل له مهاجمة boy other hawks عن طريق صقور اخرى او الايجلز. او مين؟ الايجلز. يبقى مين اللي بيعمل اتاك للهوك؟ الايجلز او اذر ايه؟ هوك. طيب هل الهوك ده يقدر يعمل ايت لبلانت؟ لا، الهوك ده
can't eat plant can't eat plant can't eat plant. طيب طب لما الهوك ده دلوقتي احنا قلنا هو هياخد الانرجي من الفود وعرفنا الفود اللي هو كان ايت. طب هو لما يحصل له ضاي ايه اللي هيحصل له؟ او اي لما يجي الهوك ده يحصل له ضاي هيبدا يحصل ديكومبوز للانرجي بتاعته ترجع للايه السويل. يبقى الانرجي بتاعته هتروح لمين؟ هترجع تاني للسويل لما يحصل لها ديكومبوز. يبقى احنا عندنا اخدنا اكزامبل للهوك، الهوك ده can get energy from food و can eat squirrel و snake و mouse و fish و birds و rabbits و can attack by another animals like other hawk and eagles. هو can't eat plant. هو when the hawk die لما بيبدأ يموت بيبدأ يحصل decompose و energy اللي هو خدها من كل الفود اللي أكله ده تبدأ ترجع تاني لمين؟ تبدأ ترجع تاني للسويل. طيب الايكو سيستم عندنا دوت يقدر ان هو بروفايد يعني يدي، يقدر يدي فود ويقدر كمان يدي ووتر ويقدر كمان يدي شيلتر لمين؟ للليفنج اورجانيزم. هيديهم لمين كل الحاجات دي؟ للليفنج اورجانيزم اللي هي كان ايه او اللي هي ليف ان ايه ليف اون ات اللي هي عايشة عند الايكو سيستم. يبقى اي ايكو سيستم موجود عنده ليفنج اورجانيزم هيروح يدي الليفنج اورجانيزم دي ثلاث حاجات، هيديهم فود وهيديهم ووتر وهيديهم كمان ايه وهيديهم كمان شيلتر. طيب احنا عايزين ناخد يعني اكزامبل لبعض الانيمالز اللي هم ايه طبعا بيحبوا ان هم يعملوا ايت او تيست لايه سام بريز او بعض الفرايس المحببة ليهم. تعال نشوف كده زي ايه. طيب اول مثال عندي اللي هو هنا نمبر 1 بيقول لي ان كراكل ايت ماوس، كراكل ايت ماوس. نمبر 2 رابت ايت جريس. نمبر 3 بيرد ايت باترفلاي، بيرد ايت باترفلايز اند وورمز. طيب هنبدأ كمان دلوقتي احنا عايزين بقى نعرف الـ relationship between sunlight and energy، ازاي بيبدأ الـ energy بتبقى جاية من sunlight وبعد كده تحول للـ food. طبعا الكلام ده احنا خدناه من السيشن اللي قبل اللي فاتت واللي قبل. ايه علاقة الـ sun طبعا ايه وايه اهمية الـ sun بالنسبة للـ energy؟ قالي ان الـ sun دي هي الـ primary، هي الـ primary source، هي ال primary source of energy، هي ال primary source of energy مش for all living organisms، for all living organisms. يبقى الشمس ديت هي المصدر الرئيسي والاساسي لل energy for all living organisms. ايه طيب احنا دلوقتي عايزين بردك نعمل كومبير تاني بين البلانتس والانيمالز وكل واحد يقدر ياخد الانرجي بتاعته منين. احنا خدنا الحاجات دي قبل كده اهو بنراجع عليها تاني، ان البلانت ديت كان ميك اتس فود، كان ميك فود، والفود دوت بيبقى عبارة عن شوجر جلوكوز والجلوكوز دوت هو اللي هيديها انرجي. يبقى البلانت هياخد انرجي لما يعمل فوتوسينسس ويعمل فود. اما الانيمالز ده لازم يعملوا ايت ايه؟ لازم يعملوا ايت فود، وايت فود ده هو اللي هيديهم انرجي. يبقى احنا عندنا الفرق في الحصول على الانرجي ان الانيمالز ايه هو كانت ميك اتس فود باي فوتوسينسس، لكن هو محتاج يعمل ايت لبلانت او ايت لانيمالز عشان يبدا ياخد انرجي. اما البلانت ده can make their own food through photosynthesis عن طريق طبعا اللي هو محتاج sunlight وكربون ديوكسيد وايه ووتر، ويضطر يعمل جلوكوز والجلوكوز هو اللي هيتحول لايه لانرجي. طيب هنبدا نتكلم بقى على جزء تاني في الليسن بتاعنا. بنقول اللي احنا عندنا هنجيب الليفنج اورجانيزم. احنا هنا بدانا دلوقتي في ليسن 2 عشان لو حد عاوز يتابع معانا. احنا هنقسم وهنعمل classify للliving organisms into three group
into three group. The three group دول هنسميهم ايه؟ هنسميهم producer, producers, هنسميهم consumers, consumers, وهنسميهم كمان decomposers, decomposers. يبقى انا عندي living organism احنا عملنا لهم classify into three types: producer, consumer, decomposer. طيب احنا عملنا لهم classify على حسب ايه بالظبط عشان نكون فاهمين كويس؟ according to feeding, according to a way of feeding, على حسب ال way of a feeding يعني طريقة التغذية. كل واحد هيبدأ يعمل get food by a، فاحنا قسمناهم ل producer, consumer, وكمان decomposer. هنبدأ ناخد كل example من دول لوحده. يلا نبدأ بال producer. number one، عندي هما ال producer. قال لي أول حاجة عندي في ال producer دي هي عبارة عن living organism أكيد. قال لي هي can make، can make their own food by photosynthesis. can make their own food by photosynthesis. by photosynthesis. طيب هي ال producer دي زي مين بالظبط؟ قال لي ال example بتاعنا all green plants. all green plants. طيب ممكن كمان نقول عليها grass برضك هتنفع. طبعا هي grass green plant يعني. ايه طيب ايه كمان عايزين نعرفه عن ايه ال producer؟ قال اللي هي don't feed on other plant or don't feed on another animal. قال اللي هي don't feed on، لا تتغذى على another plants or other animals. هي ولا تتغذى على other plants ولا تتغذى على other animals. يبقى انا عندي اول نوع من ال living organism هو ال producer، وال producer دي can make their own food by photosynthesis، وهي زي green plants، وهي don't feed، لا تتغذى على اي plant اخر او اي animals تاني. طيب ده كان النوع الاولين، وعرفنا طبعا ان البروديوسر والبلانت هي كلها get energy. get energy هتبدأ تاخد الانرجي بتاعتها منين؟ from sun، عن طريق عملية الايه؟ الفوتوسينثيس بروسس. طيب النوع التاني عندنا اسمه ايه؟ consumers. اسمه consumers، اسمه consumers. الconsumers هي اول حاجة عايز اعرفها عنها اللي هي can't make their food، can't make their food by photosynthesis، by photosynthesis، by photosynthesis. يبقى اول حاجة على ال consumers هي can't make their food by photosynthesis. طيب وايه كمان؟ قال لي ان هي طبعا living organism، ايه بقى التعريف بتاعها؟ هي can eat other living organism. other living organism can eat other living organism to get their energy، to get their energy. يبقى احنا دلوقتي عندنا ال producer get energy from the sun، get energy from the sun by photosynthesis process. اما consumer get their energy by eating other living organism، we can't make their food by photosynthesis process. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف ال consumer زي ايه، فقال لي احنا طبعا هنعمل لهم classify into three types. اول حاجة قال لي ان الكونسومرز دول احنا هنقسمهم لثري تايب زي ما قلت دلوقتي. النوع الاولاني اسمه primary consumers، اسمه primary consumers. النوع التاني اسمه secondary consumers. النوع التاني اسمه
tertiary consumers. Tertiary consumer. طيب ايه الفرق بينهم هما التلاتة؟ يلا بينا نشوف. ال primary consumers دول اللي هما عبارة عن animal eat plants، هما عبارة عن animals بيعملوا ايه؟ eat plants. طيب زي مين؟ قالي مثلا زي ال insect such as insects. طبعا مش ال insects بس، اي حاجة هشوفها بتعمل eat plant مثلا زي ال rabbit زي الماوس، فدي اسمها primary consumers. طب والsecondary consumers دول هيعملوا eat لإيه؟ قالي هما زي or animals can eat primary consumer. can eat primary consumer هيقدروا ان هما ياكلوا مين؟ هيقدروا ان هما ياكلوا ال primary consumer. طب زي مين مثلا؟ such as birds. such as birds طبعا بردك مش ال birds بس. طيب و tertiary consumers اللي هما عبارة عن animals بتبدأ تعمل ايه بقى؟ اللي هي eat secondary consumers تقدر تاكل secondary consumers، وكمان هي معظم الاكل بتاعها بتحب تاكل ايه؟ meat. بتحب تاكل meat زي مين؟ زي crocodiles. يبقى احنا قسمنا الكونسومرز ل 3 تايبس. طيب قسمنا الكونسومرز ل 3 تايبس هما مين؟ برايمري كونسومر اللي هما كان ايت بلانتس such as insects، سكندري كونسومرز اللي هما ايت برايمري كونسومر such as birds، وتريشيري كونسومر تريشيري كونسومرز اللي هما ايت سكندري كونسومرز زي مثلا الميت اللي هي هياكلها الكروكودايل. طبعا مش الكروكودايل بس، احنا هنا نقدر نتكلم على انواع كتير من الليفنج اورجانيزم. طيب احنا كمان دلوقتي عايزين نعرف النوع التالت عندنا، لان احنا قسمنا الليفنج اورجانيزم لبروديوسر وكونسومر، والنوع التالت كان اسمه ايه؟ كان اسمه ديكومبوزرز. كان اسمه ايه؟ ديكومبوزر. قال لي الديكومبوزر دي هي عبارة عن living organism هتعمل ايه؟ carry out process of decomposition، تقوم بعملية الديكومبوزيشن، هي اللي مسؤولة عن الديكومبوزيشن. طب هتعمل ايه في الديكومبوزيشن بالظبط؟ by breaking، هتعمل breaking down، هتعمل breaking down or decaying يعني هتعمل تحلل وتفكك للديد ايه؟ للديد اورجانيزم. هتعمل تحلل وتفكك لمين؟ للديد اورجانيزم. يبقى الديكومبوزرز دول هما هيعملوا ايه بقى بالظبط؟ هما carry out يعني هيقوموا بالبروسيس بتاعه الديكومبوزيشن عن طريق ان هما يعملوا breaking down او decaying للديد ايه بقى. يعني هما الديكومبوزرز كده اختصارا هيعملوا لنا get rid of يعني هيخلصونا من الديد ايه؟ الديد بادز. هما اللي هيخلصونا من ايه؟ الديد بادز. طب انا عايز example للديكومبوزرز. قال لي الاكزامبل بتاعنا زي الفانجي وكمان زي البكتيريا وكمان زي الورمز وكمان زي الميليبيدز. يبقى الديكومبوزر زي الفانجي والبكتيريا والورمز والميليبيدز. يبقى تاني احنا دلوقتي عملنا كلاسيفاي كبير جدا للليفنج اورجانيزم. تعالى كده نبدا نكتبهم من الاول خالص. احنا خدنا الليفنج اورجانيزمز وعملنا لهم كلاسيفاي ل كام تايبس. اول حاجه عملنا لهم كلاسيفاي ل producers وكمان ل consumers وكمان ل decomposers.
وعرفنا ان الكونسيومرز دول كلاسيفاي انتو 3 تايبس، اللي هم مين؟ اللي هم برايمري كونسيومرز وسكندري كونسيومرز، سكندري كونسيومرز وتريشيري كونسيومرز. وعرفنا كمان اللي احنا عندنا ان البروديوسر دول هما كان get energy from sun، get energy from sun عن طريق طبعا ان هما make their own food by photosynthesis. وبعد كده يجي دور مين؟ الكونسومرز. الكونسومر دول بيعملوا eat ل other plant او other animals. فلو كانوا primary consumer فالprimary consumer دول دايما بيعملوا eat للplants، قلنا زي الانسكس. اما السكندري consumer دول بيعملوا eat للprimary consumer زي البيرد. اما التريشيري consumer دول بيعملوا eat للسكندري consumer. اما الديكومبوزر هم carry out decomposition، مسؤولين عن الديكومبوزيشن بتاعت مين؟ بتاعت الديد بادي. هم اللي بيخلصونا من الديد بادي عشان ياخدوا الانرجي اللي هم خدوها الديد بادي وترجعها تاني للسويل لكي يستفيد منها الايه؟ البروديوسر. طيب احنا دلوقتي كمان بيقولي ان الورمز والميليبيتس اللي هم كل الديكومبوزرز بيقولي الويست بتاعهم بيبقى ريتش النيوترينز، والنيوترينز دي increase the soil fertility. يبقى احنا عندنا الويست بتاعت مين؟ بتاعت الميليبيتس وبتاعت الورمز مالها بقى؟ قالي دي بتبقى ريتش ان غنية بالنيوترينز، غنية بمين؟ بالنيوترينز. طيب والنيوترينز ديت اللي هتنزل في الويست بتاعها هتعمل increase، يعني هتزود السويل fertility، increase soil fertility، هتزود خصوبة الايه؟ التربة. وفي دوت طبعا هيعمل ايه؟ the help plants to grow and survive، هيساعد البلانت اللي هو يعمل grow and survive. دلوقتي هنبدأ بقى معانا بحاجة جديدة اسمها food chain. قالي ان الفود تشين ديت عبارة عن ايه؟ a model. طيب الموديل ده هيعمل ايه؟ قالي الموديل ده شو يعني هيوضح لنا one linear set، يعني خط واحد of feeding relationship، يعني خط واحد من العلاقات الغذائية. طيب and the movement of energy between a living organism، and the movement of energy between living organism. تعالى كده نفسر السؤال او التعريف كده بتاع الموضوع دوت كده واحدة واحدة. هنكتب بس organism كويس. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على الفود تشين، هي عبارة عن سلسلة غذائية. فقال لي هي عبارة عن ايه بقى بالظبط؟ قال لي هي عبارة عن موديل، يعني نموذج معين. شو بيبدأ يوضح لي one linear set، يعني خط واحد من الفيدنج relationship، من العلاقات الغذائية، او ازاي الانرجي دي هتبدأ تعمل move from living organism to another، يعني ازاي الانرجي هتتحرك من ايه؟ من living organism to another. فتعال ناخد example عشان نفهم اكتر. انا دلوقتي عندي في بلانت، والبلانت دوت هيحصل له eaten by mouse، والماوس ده هيحصل له eaten by snake، والسنيك ده هيعمل له eaten by eagle. يبقى احنا دلوقتي عندنا اللي احنا نتكلم عليه ده عبارة عن
one linear set يعني خط واحد of feeding relationship يعني كل دوت خط واحد من علاقات غذائية ان البلانت دوت هيحصل له eaten by mouse والماوس ده هيحصل له eaten by snake والسنيك هو كمان هيحصل له eaten by eagles. طيب تعالى نشوف كده واحدة واحدة ونفسر الفود التشين اللي قدامنا دي. قال لي ان البلانت ده احنا هنعتبره ان هو تبع مين؟ البروديوسر. تمام، الفيرست لينك هنا عندي هو البلانت وده بروديوسر. طب ليه هو بروديوسر؟ تعالى يقول لي كده عشان هو تيك، عشان هو تيك انرجي، بدأ يحصل على الطاقة بتاعته from مين؟ from sun. اخد الانرجي بتاعته from sun. طيب بالنسبة للماوس هل احنا ينفع نقول عليه ان هو بروديوسر بردك؟ طبعا لا، هو سكند لينك ان فود تشين، يعني ده السلسلة التانية في الفود تشين، بس هنا احنا هنقول عليه ايه؟ هنقول عليه برايمري كونسومرز، هنقول عليه برايمري كونسومرز. طيب لو انا قال لي جيف ريزون للماوس هنا برايمري كونسومر، هقول له تعريف البرايمري كونسومر عشان هو عمل ايت للبلانت، عشان هو عمل ايت للبلانت، يبقى هو هيعمل ايت للبلانت تو جيت زير انرجي، يبقى هو هياخد الانرجي بتاعته منين؟ هياخدها من البلانت. طب بالنسبة للسنيك اللي هو هيكون الثيرد لينك، قال لي ان السنيك دوت احنا هنعتبره ان هو سكندري، هنعتبره ان هو سكندري كونسومرز، هنعتبره ان هو سكندري كونسومرز. طيب السكندري كونسومرز اللي هو السنيك، ليه قلنا عليه سنيك؟ لان هو عمل ايت للماوس، عمل ايت للماوس، يعني هو عمل ايت للبرايمري كونسومرز. واحنا قلنا ان تعريف السكندري كونسومرز they are animals can eat primary consumers. طيب وبعدين الايجلز ده احنا هنعتبره ايه؟ هنعتبره ايه؟ تمام، هنعتبره tertiary consumer، هنعتبره tertiary consumers. طيب ليه؟ عشان هو عمل eat للسنيك، عمل eat لمين؟ للسنيك. يبقى احنا عندنا اللي قدامنا دي عبارة عن food chain، وهو عبارة عن model show، هو عبارة عن نموذج بيوضح لنا linear set of feeding relationship يعني علاقات غذائية على خط واحد او على طريق واحد، يعني كل واحد عارف هو مين اللي هياكله او هيتاكل عن طريق مين يعني، وكمان بيحصل فيها movement of energy، الطاقة بتنتقل from living organism to another، هي كانت عند البلانت والبلانت ده سميناه producer عشان خدها من السن، بعد كده خدنا منه other living organism اللي هو الماوس، خدها منه other living organism اللي هو السنيك، واخيرا انتهت عند الايجل. بس طبعا الانرجي دي لما راحت للايجل او الهوك هي مش هتفضل مستمر عنده، امال ايه؟ قال لي فاينل بقى، ان ذا فاينل ايه اللي هيحصل؟ ان ذا فاينل ان الايجل ده، ان الايجل ده اكيد هيجي عليه وقت ويحصل له ايه؟ داي، هيحصل له ايه؟ داي. ولو حصل له داي هيحصل له ايه؟ ديكومبوز، هيتحلل ويتفكك. مين اللي هيعمل له ديكومبوز؟ شاطرين اللي عمل الديكومبوز هو الديكومبوزر، ولما الديكومبوزر تيجي تعمل له ديكومبوزنج هتاخد الايه؟ هتاخد الانرجي اللي عند الهوك ده وتروح ترجعها تاني عند مين؟ وتروح ترجعها تاني عند السويل علشان يبدا يحصل فود تشين كونتينيوت، يعني استمرار للسلسله الغذائيه. الانرجي اللي رجعها للسويل يبدا ياخدها مين تاني؟ البلانت، والبلانت يديها للماوس، والماوس طبعا يودي الانرجي عند السنيك، والسنيك يوديها للايجل مرة اخرى. فدي اسمها فود تشين، اسمها فود تشين. طيب تعالى ناخد another example of food chain. مثلا عندنا هنا الجريس هيبدا يتغذى عليها البيتل، والبيتل هيتغذى عليها الفروج، والفروج يتغذى عليها السنيك. طيب احنا عايزين نعرف الجريس ده ايه؟ قال لي ان الجريس ده احنا هنعتبره بريديوسر. ليه هنعتبره بريديوسر؟ لانه ميك اتس فود باي ذيمسيلف،
وكمان هو take energy، هياخد ال energy بتاعته من عند ال sun. طيب وال beetle ديت هنعتبرها primary consumer. ليه هنعتبرها primary consumer؟ لان هي هتبدأ تعمل eat للجريس، ودوت هيبقى عبارة عن eat plant. وبعد كده الفروج اللي هتروح تعمل eat للبيتلز هنسميها secondary consumer. ليه هي secondary consumer؟ لان هي قدرت تعمل eat للبيتلز. واخر حاجة السنيك هنعتبره ايه؟ tertiary consumer، لان هو قدر يتغذى على مين؟ على الفروج، قدر يعمل ايت فروج، فبالتالي هيكون تريشيري كونسوم. حتى لو كان في مثلا بعد كده ان السنيك ده كمان هيعمل ايتن باي هوك، هقول بردك الهوك هنا هيبقى تريشيري ايه كونسوم. وبعد ما الهوك او السنيك يحصل لهم داي، هيبدا يجي الديكومبوزر ويعمل لهم ديكومبوزنج، وياخد الانرجي اللي عندهم يرجعها للسويل مره اخرى. احنا كده هنكون وقفنا الفيديو ده عند كده. احنا خلصنا في concept 2 lesson 1 و lesson 2. هنعمل المرة الجاية lesson 3 و 4 في فيديو لوحدهم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.